أخبار اليوم. ايامكم سواد، البلد الدنيا مولعه جوه، انت رايق. سيب اصحى يا حاج، انا لقيت راحتك. انا اسف ان انا صحيتك من النوم والله. انا رحت والله، والله العظيم بجد انا رحت. عربيه يا بيه، اسكت. وانا جاي هنا من فراغ، انا جاي هنا بعد اشارات ان انتوا على طول كل يوم كده. لا ده الدور الاخير بتاع التبعاكم يخبط ايه؟ بتكلمش كتير، ده بقى مال عام يا معالي. ثواني، ده هزار مال عام وخراب. لما اولادنا جوه في البلد مش لاقيين عربيه يركبوها، والسيرفيس عمال يشتكي. اسكت، الاداره مش هنا اهو. خلاص يا سيدي، اسكت. السيرفيس عمال يمص في دم البلاد، والمشروع بيخسر. ما هو المشروع لازم يخسر، مشروع النقل الداخلي لازم يخسر. وفي النهايه ادور انا على مرتب محافظ، انا اقعد اشحت من الناس عشان اجيب مرتباتكم؟ يبقى انتوا تقعدوا في البيوت مكانكم، تقعدوا في البيوت وحاولكم للنيابه العامه. ما انا عارف يا حبيبي، ساعة وعمالين يبدلوا مع بعض. يبقى المال العام كده مال سايب. يبقى كل السيرفيس دول واللي كانوا مشي منهم، انت خدت بياناتهم قبلها، يبقى دول حالا يتحولوا للشؤون القانونية بكره، يكونوا في الشؤون القانونية. نعم. والورق ده والقرار والقرار وقفهم عن العمل على طول، يتوافوا عن العمل ونشوف فكرة ان هم اهدار المال العام. دلوقتي بيسات مال دولة. انا باجي كل شهر بقى بتقرفوني وتقرفوا عشتي اللي خلفوني علشان مرتباتكم، واظن انتوا عارفين. واقعد اتسول من هنا وانتوا قاعدين هنا. الراجل لسه صاحي من النوم، احنا قلقنا راحته. سيادتك الاداره، انا اللي غلطان. بص، انتوا الظاهر انتوا مش فاهمين ان الدنيا اتغيرت، فاهمين لسه زي زمان. يلا يا بيه، الاتوبيسات دي كلها انا عايز الاتوبيسات دي كلها لا سواقين. ايه سواقين؟ روحوا يروحوا يركبوا نص الباص. بس يا بيه عشان انا تعبان.